محدش ينام النهارده يا جماعه من غير ما يكون مخلص مناعه وتكاثره على الاقل. مفيش وقت. احنا اتفقنا ان امبارح كله يخلص البيولوجيا. يا دوب النهارده مناعه وتكاثر. بكره دعامه وهرمونات عشان نبدا نحل معاك امتحان شامل في 108 سؤال. 108 سؤال دول هم الخلاصه عندي، واكيد احنا جربنا في الجيولوجيا. اتفقنا في الجيولوجيا ان في مبادئ اساسيه حلنا الاسئله بفضل الله، توفيق مش مننا من ربنا طبعا، وتعبت طول السنه حليت كتير، ربنا هيكرمك. الحاجه المهمه جدا يعني الحمد لله رب العالمين، بنفتخر بان قلنا السؤال اللي كله بيتريق عليه على السوشيال ميديا، كله البيض والبيض، لا ده سؤال علمي جدا جدا وقلناه. هو في الكتاب قال يزداد تكاثر الطيور في الربيع ويقل في الخريف عشان زياده فتله الايه النهار. احنا قلنا لك ايه؟ قلت لك مزارع الفراخ، وانا بشرحها افتكر معايا، مزارع الفراخ بتبقى منوره ولا مظلمه بالليل؟ قلت منوره يا مستر، طب ليه؟ وقعدنا نتريق. الفراخ بتخف بالضلمه تحلم ما اعرفش، لا هو فعلا اضافه الفترات الاضائيه الزائده بيزود نشاط الغدد الجنسيه. ولو تفتكر اقول لك ايه، اوعى تقول لي زود عدد، يوم انا بشرحها فاكرين دي؟ اوعى تقول لي زود عدد، زود نشاط الغدد الجنسيه فيزود التكاثر يزود البيض. اذا الكلام واضح جدا. خلينا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت سعادتك حليت طول السنه زي ما انت عاوز. طب النهارده الخميس الامتحان وانا دماغي مشغوله بالبيولوجيا الجزيئيه دي ان ايه وار ان ايه. المبادئ اللي هديها لك كل مبدا بصفحه قدامي. اول حاجه عندي لما قال اول جزئيه الادله على ان دي ان ايه الماده الوراثيه، بدا بتجارب التحول البكتيري، ثم بدا بعدها افري، بعد افري انزيم ديوكسرايبونيوكليز. كله يبص لي بقى، كله يبص لي يا جماعه. الوقت سعادتك لما تقول انزيم ديوكسي رايبو نيوكليز، هو مستر سؤاله هيجي ازاي؟ اسمع منه بظروفها، هتسمع كده سؤال غريب شويتين. يكثر وجود انزيم ديوكسيرايبونيوكليز في كرات الدم الحمراء ولا خلايا الدم البيضاء ولا الخلايا البلعاميه ولا ولا ولا؟ يا سعاده الباشا اللي ما فيش فيها نواه مين؟ حمراء. لا يمكن ان يتواجد ديوكسيرايبونيوكليز في حاجه فيها ماده وراثيه. طب حضرتك لما اجي اقول لك عند إضافة إنزيم ديوكسيرايبونيوكليز إلى جزيء دي إن إيه ينتج، أنا ما بكتبش حاجة، كله يسمع، أنا عايزك كله يسمع، هتلاقي ده كله موجود عندك. عند إضافة إنزيم ديوكسيرايبونيوكليز إلى جزيء دي إن إيه ينتج شريطان من دي إن إيه، شريط من دي إن إيه، قطع من دي إن إيه، مكونات دي إن إيه الأساسية اللي هي مين؟ سكر، فوسفات، قواعد، لانه بيحلل دي ان ايه. هيدخلني في جزئيه ثانيه، طالما حضرتك يا مستر قلت لي يحلل يبقى سكر فوسفات قواعد، سيبها على جنب. لو قال لي يفصل دخل في اللولب، يا ابني دخل في البلمره. الكلمه في السؤال بتحدد الاجابه، الكلمه في السؤال تحدد الاجابه.
انزيم يحلل دي ان ايه لمكوناته الاساسيه، ديوكسيرايبونيوكليز اختاره. انزيم يعمل على فصل شريطي دي ان ايه، بقى انزيم اللولب. انزيم يعمل على بناء، طب ولو قال لك انزيم البناء الفعلي البلمره. بمناسبه البلمره، معلش بتمطط انا كده، معلش بعد اذنك، بمناسبه البلمره ركز في ده، هو عدد انزيمات البلمره في اوليات النواه كام، وعدد انزيمات البلمره في حقيقيات النواه كام؟ 2 3 4 1 في الاوليات 1 ار ان ايه، 1 دي ان ايه. موجود فين في المنهج؟ موجود عندك، موجود عندك في نسخ ام ار ان ايه من دي ان ايه. قال لك في اوليات النواه يوجد بوليمريز ار ان ايه 1 لنسخ الانواع الثلاثه، اما في حقيقيات النواه يوجد لكل ار ان ايه بوليمريز خاص، ومعايا الدي ان ايه ثابت، يبقى 1 دي ان ايه 3 ار ان ايه في الحقيقيات اصبح 4، 1 ار ان ايه 1 دي ان ايه في الاولاد اصبحوا 2. صعب الكلام؟ تعال معايا سعادتك بقى لما اتكلم على تركيب دي ان ايه. طبعا دي ان ايه دي اوكسي نيوكليك اسيد، الحمض النووي دي اوكسي ريبوز. اللي اقول لحضرتك في حته كده حلوه قوي، الرقم 5 في دي ان ايه، الرقم في دي يدل على، لا معلش اصل انا يعني انا عايز اركز، يدل على مكونين ولا 3 مكونات ولا 4 مكونات ولا مكون واحد؟ ايه ده بقى؟ الرقم 5 يدل على اف دي ان ايه؟ اقول لك يا مستر، بيدل على عدد ذرات السكر الخماسي اسمه 5، ادي واحده، ويدل على المجموعات الحره في دي ان ايه اللي فيها فوسفات. يبقى ما قالش 5 كده، قال 5 وسكت في دي ان ايه. لكن لما اقول لك بقى ايه، خلي بالك الرقمان 3 وايه و5 بيدلوا على ايه؟ كل الناس تقول لك ايه، على مجموعه الهيدروكسيد والفوسفات، ما حصلش والله العظيم. يدل على رقم ذره الكربون في السكر اللي بترتبط بيها الهيدروكسيد في 3 والفوسفات في 5. يبقى 3 و5 ارقام ذرات كربون. كله يقول لي فوسفات 5 يا جماعه، لا، مجموعه الفوسفات تتصل بذره الكربون رقم 5. طب 3 مجموعه الهيدروكسيد بترتبط بذره الكربون رقم 3، يبقى الارقام اللي بنقولها الخمسه وبس ده عدد ذرات الكربون. طب في دي ان ايه ولا في ار ان ايه؟ في الاثنين، خماسي دي اوكسي ريبوز، خماسي ريبوز. الليله كلها الناس طلبت مني حاجة، أنا عندي في الأسئلة شوية علاقات، لو قال لي سعادتك عدد النيوكليوتيدات هي هي عدد القواعد النيتروجينية، يعني في سؤال حضرتك بيقول لك اذا كان جزيء دي ان ايه يحتوي على 400 نيوكليوتيدا فان عدد القواعد النيتروجينيه كام؟ 400، لان كل ايه بقاعده ايه نيتروجينيه. تعالى معايا، دي بقى جميله قوي، عجباني قوي قوي. خلي بالك دي في صفحه 3 أو 4 تقريبا، هنشوفها مع بعض دلوقتي. حضرتك القواعد النيتروجينيه كله هيغلط في دي يا جماعه. انا عندي بيورين وعندي بريميدين. البيورين ذات حلقتين بيشمل الادينين والجوانين.
البريميديل ذات حلقه واحده بتشمل السيتوسين والثيامين. والناس حافظه وتم. قول يا سيدي قول يا سيدي. لقيت سؤال بقى يا عم احمد يا انوار، هيقول لك ايه؟ لا احمد ده من الناس حبايبي، واد محترم. لما يجي يقول لك يا حبيب قلبي كله ركز، هو انا لو قلت لحضرتك عدد، خلي بالك، قواعد البريميدين في الاحماض النووية 2 3 4 1، ايه رأيك؟ كله سكت. اقول تاني السؤال، عدد قواعد البريميدين في الاحماض النووية كام؟ 3 مستر. ازاي يا باشا؟ قال لك احماض، ما قالش حمض. اصلا أنا عندي في الار ان ايه؟ يوراسيل اللي بتستبدل بمين؟ بالصايمين، والصايمين تبع مين؟ البريميدين. يبقى انا عندي السي والتي واليو في الاحماض، لكن في الحمض الواحد كام؟ 2. معلش تاني، دي عدد قواعد البريميدين في الاحماض النووية. انا عندي الدي ان ايه فيه السي والتي، طب ما انا عندي في الار ان ايه فيه اليوراسيل، اذا مجموعهم كام؟ 3. اوعى تنسى، موجود هنشوفها دلوقتي السؤال ده. طب تعال معايا، اللي انا عاوزه من سعادتك قانون تحفظه لي، اي قاعدتين يرتبط معا متساويتان، الجزء الثاني يا مستر، واي قاعدتين لا يرتبط ب50%. طب حضرتك عارف وحافظ صم ان الاي ربطتين هيدروجينيتين مع الصايمين، والجي 3 روابط هيدروجينية مع السيتوسين. يبقى حضرتك دلوقتي، انا اول جزء قلت لك ايه؟ اي قاعدتين يرتبط مع المتساويتين. عندي 10 ادينين يبقى 10 صايمين، 20 جوانين، 20 سيتوسين، وتفر بقى اي سؤال تاني. اي 2 بقى ما بيرتبطوش، يعني مثلا الاي والجي 50%، الاي والسي 50%، التي والسي 50%، الاي والجي 50%. يعني حضرتك دلوقتي زي ما قلناها مليون مرة، تحطها قدامك كده، اي تي جي سي، دول 50، دول 50، لكن اللي قدام بعض متساوي. حطها في دماغك كده زي ما انت عاوز. هتلاقي يا مستر اكتر من 10 اسئله قدامي. اذا علمت ان نسبه الادينين في المحتوى الجيني 30%، ما عادش مكمل. الاي ب 30 يبقى التي بكام؟ يبقى الجي بكام؟ 20. يبقى السي بكام؟ ما انت خلاص عرفت. يبقى الجي والسي الاثنين 20ات هم زي بعض، والاي والتي 30ات، يبقى اي حد الاثنين في كام بكام؟ 50%. اقول كمان مره، اي قاعدتين بيرتبطوا بكام؟ بكام؟ اي قاعدتين بيرتبطوا؟ متساويين. اي قاعدة يرتبطوا؟ اوكي. طب اسمع رجالي كده، اسمع بقى، هيقوم عاطلك في السؤال. حاجة زي دي، اسمعها كده يا باشا، قانون تاني اهو، يقول لك إذا كان عدد الروابط الثنائية الهيدروجينية في محتوى جيني 500، معناها يا دكتور، معناها إن الإي ب 500 والتي ب 500، طب ما تطلع لي قانون الإي تساوي التي تساوي الرابطة الثنائية الهيدروجينية، والجي تساوي السي تساوي الرابطة الثلاثية. يبقى انت من الروابط بتجيب القواعد بتاعتي. بلاش دي. الوقت لو انا لقيت رسمة زي دي، وعمل دي بي
ودي الاو اتش وده سين وده صاد. ماذا يمثل سين؟ سكر خماسي. الصاد بتمثل مجموعة ايه؟ بيورين ذات ايه؟ طب انا عندي البيورين هنا يا ادينين يا ايه؟ بس هنا ربطة ايه؟ او ربطتين ايه؟ هيدروجينيتين اللي بتطين مين؟ ادينين. يبقى دي الادينين. طب لو انا زودت بس غلطة صغيرة وعملت كده بقت مين؟ ايوه جوانين. صعب الكلام؟ اللي كله بقى بيعيش فيه. كلمة المجموعات الحرة. المجموعات الحرة دي يا اما او اتش يا اما فوسفات. هنا بقى لو قال لك عدد مجموعات الفوسفات الحرة في شريط دي ان ايه؟ واحدة. عدد مجموعات الهيدروكسيد الحرة في شريط دي ان ايه؟ واحدة. عدد مجموعات الفوسفات في جزيء دي ان ايه؟ عدد مجموعات الهيدروكسيد في جزيء دي ان ايه؟ عدد المجموعات الحرة في دي ان ايه في البكتيريا؟ صفر. لانها ملتحمة الايه؟ النهايات. اقول كمان عيني حاضر. اقول كمان مرة. عدد المجموعات الحرة في شريط دي ان ايه؟ اتنين. انا قلت ما حددتهمش. ما واحدة فوسفات واحدة هيدروكسيد. طب عدد المجموعات الحرة في جزيء دي ان ايه؟ اربعة. طب عدد مجموعات الفوسفات الحرة في جزيء دي ان ايه؟ طب عدد مجموعات الهيدروكسيد في شريط دي ان ايه؟ صعب الكلام؟ لا يوجد الطرفان. اسمعني يابا. لا يوجد الطرفان ثلاثة وخمسة في نبات القمح، الانسان، الفار، البكتيريا، لانها ولاية الايه؟ تعالى اللعب كله يا باشا. اسمعني كده، اسمع كده حضرتك، خد بالك من دي. لما تسمع كلمة جين معناها ايه؟ معناها شريط مزدوج. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي. لو قال لك الجين معناه دي ان ايه معناه جزيء معناه شريط مزدوج. طب بالمناسبة يا جماعة عشان بنسى، هو لو قال لحضرتك كلمة ايه او عديد ايه معناها مين؟ ام ار ان ايه. برافو عليك. ام ار ان ايه. يبقى لو اداني البروتين وطلب الجين ده هتشوف كل حرف انا بقول بترتيب المراجعة بتاعتك وانت بتحل. لو اقول تاني، لو ادانا البروتين وطلب الجين اللي اتنسخ منه، البروتين معناه مين؟ مستمع. شريط مفرد ولا مزدوج؟ طب والجين شريط ايه؟ الله. يبقى اكيد الجين اللي هو مين؟ في ضعف مين؟ ار ان ايه. هنشوف ده كله بالتطبيق. بلاش كده، اسمع كده، ركز بقى معايا، ركز معايا قوي قوي حضراتكم. لو انا كتبت على السبوره سؤال زي ده، في دي ان ايه يرتبط الادينين مع التي ولا الجي ولا السي ولا اليو؟ ها ها مستمع. يبقى في دي ان ايه يرتبط الادينين مع، انت اللي قلت يا باشا، صح الكلام؟ ماشي. هقول في ار ان ايه يرتبط الادينين مع التي ولا اليو ولا الجي ولا لا شيء؟
لا شيء طبعا. ده الشريط بفضل ارتبط مع مين؟ ازاي يا جماعة؟ كمان مرة ركز معايا، ما هي دي الكلمة الفرق في حاجة. الناس بتتلخبط ما بين يستبدل الثيامين في ار ان ايه باليوراسيل. ما قالش يا جماعة يرتبط، هو شريط مفرط ما فيش حد ارتباط بيه. السلم فردتين في دي ان ايه، لكن ار ان ايه شريط ايه واحد. اقول تاني، لو قال لي في دي ان ايه يرتبط الادينين مع مين؟ الثيامين، صح يا باشا؟ لو شريط مزدوج. طب في ار ان ايه يرتبط الادين مع مين؟ مع التي ولا اليو ولا الجي ولا لا شيء؟ لا شيء، لانه الشريط ايه مفرط، محدش ينساها، محدش ينساها. طب تعال معايا حضرتك، حضرتك دلوقتي جزيء دي ان ايه اثناء التضاعف، اثناء الايه؟ هو اما يجي يقول لي كله سامعني، حدوث التضاعف الذاتي في دي ان ايه ولا ار ان ايه ولا دي ان ايه وار ان ايه معا ولا لا شيء مما سبق؟ ها بالراحه، يحدث التضاعف الذاتي في دي ان ايه ولا ار ان ايه ولا دي ان ايه وار ان ايه ولا لا شيء؟ دي ان ايه لسببين، شريط ايه نمره اتنين، وجود كم نوع من الانزيمات؟ ثلاثة، واحد اسمه الايه؟ لولا، واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ايه؟ الربط. بمناسبة بقى الربط، بمناسبة انزيم الربط، حضرتك انزيم الربط اثناء عمله واحد قد يحتاج الى نيوكليوتيدات، اثنين لا يحتاج الى نيوكليوتيدات، ثلاثة قد يحتاج او لا يحتاج الى نيوكليوتيدات، أربعة لا شيء مما سبق. ها يحتاج أو تعال معايا، يحتاج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج أثناء التضاعف، ويحتاج أثناء إصلاح عيوب دي إن إيه إذا كان الخلل في أحد الشرطين. تاني تاني بقول عندي، بقول عندي انزيم الربط قد يحتاج او لا يحتاج الى نيوكليوتيدات. ايوه، يحتاج امتى؟ عند اصلاح عيوب دي ان ايه. امتى برضه؟ اذا كان التلف في احد الشريطين فقط، فيحتاج الى نيوكليوتيدات ليستبدل بالنيوكليوتيدات التالفة. لا يحتاج امتى؟ اثناء التضاعف في الشريط الاصلي 5-3 اللي بيتم بنقع على هيئة قطع بيربط بينهم بس. بالمناسبة دي ان ايه يعتبر من البوليمرات، يعتبر واحد لانه يتكون من وحدات متشابهة، اتنين لانه يتعرض للتلف والتحلل مثل البوليمرات، ثلاثة ألف وبه معا، أربعة لا شيء مما سبق. لا ألف وبه معا، بوليمر لأنه نيوكليوتيدات ويتعرض للتلف بسبب البيئة المائية والإشعاعات، عشان كده بيحدث آلاف الطفرات لا يستمر منها كل عام إلا اثنين. كلمة كل عام دي بقى خطيرة يا جماعة، هتلاقي سؤال عندك بيقول لك بعد خمس أعوام كم طفرة، بعد ست اعوام، ما هو قال لك في الكتاب الاساس لا يستمر منها سوى التغير او تغيرين كل عام، بديك رينج واحد لاثنين، يبقى بعد خمس سنين من 5-10. وصل الكلام؟ طيب حضرتك بتقعد تشتغل كتير
في أوليات النواة وحقيقيات النواة. أوليات النواة، أوليات النواة، ما معنى كائن أول النواة؟ لو قعدنا نتكلم كتير بلاش بقى في كتاب يقول لك ايه المادة ما اعرفش وراثية تمتد من احد طرق. لا 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 لا، انا عايز حضرتك تعرف ان اول النواة ده ان المادة الوراثية لا توجد على شكل صبغيات. اوعى تنسى دي. ما يميز اوليات النواة عن حقيقيات النواة طبيعة المادة الوراثية وتركيب المادة الوراثية. ولذلك يقول لك في اوليات النواة عبارة عن شريط مزدوج تلتحم نهاياته معا عند نقطة او اكثر من نقطة بالغشاء البلازمي الخلية. وجود بلازميدات يدل على اوليات النواة. يبقى بيميز الاوليات وجود البلازميدات، والبلازميدات اجزاء دائرية بيسموه دي ان ايه الحلقي. طب بص كده، حقيقيات النواة بتوجد على شكل كروموسومات تمتد من احد طرفي الكروموسوم الى الطرف الاخر. هنا نقف شويتين، ثلاثة اربعة خمسة. الوقت حضرتك ده الصبغ، الصبغ ده بيتكون من ايه؟ خلي بالك من اللي جاي دي، بيتكون من دي ان ايه وبروتين. تقوم انت لاعب لعبة حلوة بقى. البروتين ده هستوني وغير هستوني. الغير هستوني ده تركيبي تنظيمي له اسم تاني وظيفي. اسمع يا باشا، اسمع بقى. اذا كانت كمية تساوي كمية يسمى كروماتين، واذا زادت كمية عن كمية يسمى كروماتين مكثف. كروماتين ايه؟ عشان كده الصورة اللي بيوجد عليها دي ان ايه في الانسان او في حقيقة النواة على هيئة كروماتين مكثف. ايوه، دخلني في حتة تانية. عشان كده عند تضاعف دي ان ايه يتضاعف وهو على هيئة كروماتين، كروماتين مكثف في جميع الحالات لا شيء مما سبق في الكتاب. كروماتين مكتوب عندك في الكتاب ايه؟ لذا يلزم فك تكدس دي ان ايه حول البروتين قبل تضاعف دي ان ايه. ليه؟ لتستطيع الانزيمات ان تصل من احد طرفي دي ان الطرف الاخر. ركز. طب وبعد كده مراحل التكثيف كم مرحلة يا جماعة؟ المرحلة الاولى ثم المرحلة الثانية اللي مكتوب عندك. ما هو يا جماعة بص يا حبيبي، ازاي انت عاوز تتخيل ان انت معاك كتاب المفاهيم العلمية وعاوز السؤال يجي لك مكتوب؟ لازم تفهم المعلومة وتطبق عليها. هو قال لك ايه؟ يلتف دي ان ايه حول مجموعة من بروتينات الاستونية ويعمل تقصير دي ان ايه الى عشر طوله الاصلي. طب هو كم متر؟ 2 متر. يبقى عشره كام؟ 20 سنتي. والخلية كام؟ 2 مايكرون. يبقى لازم يخش جوه الخلية دي. طب يعمل ايه؟ فيلزم تكدسه حول مجموعة من البروتينات لتقصيره 100,000 مرة. اذا اول مرة تعقد ثم عقد التعقد. تجيب حبل تعقده يقصر، عقدة فعقدة يتكون بقت كومة واحدة.
وهو كده ما ينفعش يتضاعف. لا مستر، مش هيعرف اللولا بيوصل من الطرف للطرف. طب الحل ايه؟ فك عقده من العقد ديت، يبقى طويل شويه. اذا يمكن ان يتضاعف دي ان ايه؟ في كام حاله؟ حالتين. ما انت لسه قايل حال. لا يا حبيبي، ممكن يبقى شريط مزدوج يتضاعف، ممكن كروماتين يتضاعف، لان كروماتين مكثف ما يتضاعفش. ركزوا في كل كلمه. اذا تساوت كميه دي ان ايه مع كميه البروتين يكون كروماتين. اذا زادت كميه البروتين عن يسمى وهي الصوره التي يوجد دي ان في حقيقه الايه؟ النواه. طب تعالى معايا، انا عندي بروتينات ايه وبروتينات ايه، يعني هيستولي وايه. يدخل في تركيب دي ان ايه، دي ان ايه من الداخل هيستوني، ومن الخارج ايه مكتوب عندك تحدد الشكل الفراغي لحلقات النيوكليوسومات. يبقى تلعب البروتينات دورا عاما في شكل جزيء دي ان ايه. تقول ايوه، يوجد نوع ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة؟ اتنين. واحد ايه؟ هيستوني. واحد ايه؟ غير هيستوني، بس ايه؟ تركيبي. طيب بص لي كده، الدنيا كلها تايهة في ايه يا جماعة؟ في المسائل. ركز بقى معايا يا باشا كده وافهم معايا.